ولو انت مودك وحش ما كنتيش طلعتي المركب وقلتي يلا، او اذا كان عندك صداع كنت الاول تتعالجي بالصداع وبعدين تطلعي. ده ذنبي ايه انا في القعده دي؟ ايه ده يا نهار اسود، نهار اسود. رام 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 يا نهار اسود، ما بعرفش اعوم انا. رام يا رهاب، يا جماعه جماعه دي مجنونه يا جماعه، والمصحف ده رهاب. يا نهار اسود، خلي بالك اللاش ده اخبطها، خلي بالك. مفيش صبايا الخير ولا في اعمال الخيريه يا جماعه، حد ينزل.